شلونكم؟ وياكم اسد بابل الجديد. هذا القطار هذا محمل بضائع. لا والله قصير طلع هذا الترين قطار. شفتوه شلون طين رفعه النظام كله تمام الى الامام. هسه نمشي. هذا مرات هواي عالم يعلقون بالقطارات هنا، ويجي القطار يسويهم فريد كفتني هاي باللبناني يعني. هذا الفيديو كان بس عبالي القطار يكون طويل ومحمل، مرات محمل سيارات، يحمل شغلات، يروح لكندا، يروح للمكسيك، يروح لغير مكانات ولايات ثانية. نلتقي وياكم فيديو ثاني شيء مثير. إلى اللقاء يا أصدقاء. هذا بارك هنا العالم يسوون رياضة، يركضون. لازم واحد ينتبه من السيارات الرايحة والجاية من هنا. هذا بارك كبير كله شجر خضار، حتى اكو غزلان هنا. اكسيفس باط كل الانواع يعني، بس هسه ما بين هذا الدنيا حاره هسه فيطلعن على البروده. وياكم فيديو ثاني راويكم مناطق شغلات من هنا من هنا. خليكم على اتصال. إلى اللقاء يا أصدقاء.